وحراميها طلعوا اخوات ما يفرقوش عن بعض نسخه مطابقه واحد تخصص عدل ومرافعه والتاني بلطجه وخف وسرقه واحد مقطع البطاقه شكله شرب محيط جراقه بالله بس يا وليد. ما انت شايفها يا استاذ فريد. فريد فريد مين بقى يا حاج وليد؟ ما تصحصح شويه. انا لازم اطلق منه، انا خلاص زهقت ومليت. استهدي بس بالله، انت كمان يا مدام رندا. قال لها في ايه بس؟ احكي لي. يرضيك يا استاذ منير. منير ماشي، منير منير يرضيني ايه؟ يرضيك اصحى بالليل الاقيه جاي بالقناه بتاعه الاغاني وعمال يتفرج على هيفاء وهبي، وكمان مش كده، ده بيترقص وياها زي الاراجوزات. اخس عليك يا وليد، ليه كده؟ ما هي كمان سايتني وانا في الحمام وكلت الحلاوه بتاعتي. ليه بس كده يا رندا؟ ايوه عشان اغيظه، عشان بيتفرج على هيفاء.
ما كل يوم انت بتنامي وتسيبيني. خلاص خلاص انا كده فهمت وعرفت ايه حلكم. انت يا رندا دلوقتي تاخدي بعضك وتروحي تجيبي علبة حلاوة بدل اللي انت كلتيها، وانت يا وليد تطلع تجيب لها بوكيه ورد وتدهولها، وصدقني لما هترجع هتلاقيها احلى من هيفا، مش كده يا رندا؟ كده يا استاذ شريف. شريف اما الحق بقى اروح اجيب الحلاوة. ماشي ماشي مع السلامة. استنى هنا حق وليد. يا عم طالما هي بتتضايق من هيفا ما تتفرجش يا عم على هيفا في البيت، ابقى اتفرج عليها في القهوة. ماشي كده يا وليد؟ ماشي يا استاذ لطيف. لطيف ماشي مع السلامة يا عم. لطيف لطيف ما تنساش الورد. ايوة يا رندا. مساء الخير يا استاذ لطيف. اهلا حضرتك. الظبط ايه؟ في ايه؟ اسمع بقى اللي انا جاي لك علشانه، عشان مفيش غيرك هيساعدني فيه. وانا تحت امرك. مع ظروف فلوس انا معايا 18 جنيه، تاخد 9 وانا 9. 9 ايه وفلوس ايه بس يا استاذ فتحي؟ خلاص يا عم خد 15 وانا 3. 15 و3 ايه؟ مش عايز حاجه. خد ال 18 كلهم يا عم. انت تسمعوا بس، وصلتني معلومات. من مين؟ انت مالك من مين؟ وصلتني معلومات وما تقوليش من مين. بتقول ان في عربيه نقل كبيره بتتردد على درغام ورجالته في المصنع القديم، والمعلومات دي بتقول ان صاحب العربيه اسمه دهشوري من قريه اسمها العزبه القبليه. ايوه عارفها العزبه القبليه دي، دي في الجنوب من هنا، بس كل اهلها ايه خاطرين جدا بيشيلوا رشاشات. طب احنا عايزين ندخل القريه دي ونوصل. ايه رايك لو ندخل عليهم بحزام ناسف ونفجروا فيهم؟ حزام ايه بس يا فاطين؟ خلاص ندخل عليهم بقى بكام قنبله على كام رشاش على دبابتين، ونمنع عنهم الاكل سنتين ونحاصرهم تاني يوم بقى على طول. فاطين اللي انا عايز اوصل له دهشوري ده، لانه هو اللي هيعرفنا العربيات دي بينقلوا فيها ايه. هو بصراحه بقى اللي يعرف العزبه القبليه كويس جدا عم عزوز، لان كل خلانه من هناك. تمام نروح له. نروح له ليه؟ ما هو موجود هنا مرزوع جنب دانك. قال ايه؟ عايز يتعلم انجليزي يا عم عزوز. تعبت نفسك ليه بس يا ميشو يا ابني؟ ما تقولش كده يا عم توفيق، تعبك راحه. المهم انت بس اطمنا عليك. الحمد لله دوخه كده وراحت الحالة. لا يا جدو، الدكتور قال لازم ترتاح. ايه ده انت رحت للدكتور؟ واحد من زبايني شافني وانا تعبان كده ولقى نور مخضوض عليا اصر يوديني المستشفى. وقالوا لك ايه في المستشفى عم توفيق؟ ما انت عارف بقى الدكاتره وتهويلهم يا ميشو. قال ايه؟ الكبد تعبان عندي قوي ولازم اشعات وتحاليل وكلام من ده، بس انا بيني وبينك ما بحبش المستشفيات. ما كتبوش علاج؟ كتبوا علاج. طب قول له بقى علشان يسمع الكلام ويخف. عم توفيق اسمع كلام نور. يا ابني يا ابني الشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طب امسك عم توفيق خلي دول معايا. لا 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 كده ازعل منك يا ميشو. لو تزعل ليه يا عم توفيق؟ انا معايا فلوس كتير. يا ابني ربنا يزيدك بالحلال، بس انا مش محتاج فلوس. انا كل اللي محتاجه انك ما تغيبش عني وتسال عليا على طول. جدو توفيق بيحبك قوي يا ميشو. وانا كمان يا نور بحبه قوي. خلاص تبقى تتصل وتطمن عليه. مش انت معاك موبايل؟ اه معايا موبايل. انا بقى كمان معايا موبايل حقيقي مش لعبه، كان جدو توفيق الدهوني. تبقى تتصل عليه. اوكي 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 ماشي. انا هروح معاك يا حضره الضابط نضال. وانا مش اقل منكم وطنيه ورجلي على رجلك. معلش يا عم عزوز انا اسف والله من كتر الحماس، بس معلش ما خدتش بالي. المهم يعني هنعرف نوصل لدهشوري؟ عيب، اعتبر نفسك سعادتك وصلت له. انا حافظ العزبه دي شبر شبر، ولعلم سعادتك انا خلاني ناس كبارات وليهم سطوه في البلد دي. الله نسب يشرف. فبس انا مقابل ده ليها طلب صغير عند سعادتك. اطلب يا عم عزوز. عايز ارجع، عايز ارجع الخدمه تاني. وبعدين انا كتبت طلب للوزاره ووقف على امضه سعادتك. ايه ده يا عم عزوز؟ انت مش كنت مستني تطلع على المعاش وعمال تقول لي انا عايز ارتاح يا فطين؟ انا شقيت يا فطين، انا شفت الموت بعينيا يا فطين. اولا انا كنت بكذب، انا لا شفت موت ولا اتنيل، انا كنت مقضيها كتابه محاضر وسامع ام كلثوم. بس اول ما شفت دنكا علمتني ان انا لسه قدامي حاجات اقدمها للبلد دي، واقدم للبوليس المصري قدراتي اللي لسه ما طلعتش. كنت بتفشر عليا يا عزوز، وانا اللي كنت فاكرك مناضل وشهيد الواجب. ماشي ماشي. طب ده بقى اولا. ايه بقى ثانيا يا سيدي؟ طلع وفضفض اللي جواك. طلع ثانيا. انا لما خرجت وسبت الخدمه وقعدت بوسي فوز شهر اكتشفت ان الموت اهون. عندك حق. وبعدين اكتشفت كمان ان انا عايز اخدم البلد دي زيكم بالظبط،
لان دبت فيا روح جديده، بس محتاج الفرصه. ارجوكم ادوني فرصه، ابو سيدك يا فاطين اديني فرصه، اديني فرصه. إيه بقى خلاص بقى، ملخت ايديا بقى. لا خلاص عرفنا، اديله فرصه يا عم انت كمان بقى. ماشي يا سيدي هديلك الفرصه، واعتبر الطلب اللي انت قدمته اتمضى عليه كمان، وانت دلوقتي في الخدمه. صلع عزوز افندم. بتردها لي يا عم عزوز؟
خير يا زين بيه. من غير لف ولا دوران يا عادل. بتعس قريب شغلي ليه؟ انا بشوف شغل يا باشا. وشغلك برضو انك تكتب فيا تقرير؟ حبايبك كتير قوي يا زياد بيه. بس الظاهر نسي يقولوا لك ان انا لسه ما قدمتش التقرير. ويا ترى كتبت ايه بقى في التقرير ده؟ لما شحنه متبلغ عليها العنطر الباشا ما تنزلش المينا يبقى اكيد في حد بلغه، مش كده؟ وطبعا عشان يبلغه اكيد راح له الريستوران بتاعه يومها الصبح. الله 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 الله، ده انت بتراقبني بقى يا عادل. ولما موظف من مؤسسه صفوه نصار يبلغ عن فساد وغسيل اموال وانت اللي تمسك القضيه دي وبعد كده تتحفظ، ده تسميه ايه؟ كان بلاغ تافه، لا في ادله ولا مستندات. مع ان الموظف كان بياكد على وجود اوراق معاه، بس مفيش مشكله. تقدر تقول لي محمود الموظف ده فين دلوقتي؟ طب وانا ايش عرفني؟ انت مش معايا انه غريب انه يختفي من ساعتها وما يبقاش ليه اثر كده؟ اسمع يا عادل يا لطفي، ما تنساش ان انا زياد الخولي وبقى لي 15 سنه في الاداره دي وسمعتي زي البرلنت. وما تنساش كمان انك لما جيت هنا انا اللي علمتك وفهمتك الشغل بيمشي ازاي. بلاش تلعب معايا اللعبه دي، عشان ده ضد مصلحتك ومصلحتي، وفي الاخر المصلحه هي اللي بتحكم. وانا تلميذك وتربيتك يا باشا، وطالما المصلحه هي اللي بتحكم ما تدخلني معاك في المصلحه، ولا انا يعني ماليش نفس. طلباتك يا عادل ومن الاخر نص رصيدك اللي على جنب، وما تحاولش تكذب عشان انا عارف كده، ما انا برضو ليا حبايبي يا باشا. نص رصيدي؟ نص رصيدي ده كتير عليك قوي يا عادل. ولا كتير ولا حاجه يا باشا، ما انا هسيب لك الجمل بمحمل برطح فيه براحتك. وليك عليا اول ما اخد فلوسي هاخد اجازه طويله قوي. ده انت طلعت لعيب قوي. ماشي يا عدول. اديني كام يوم كده ادبر لك المبلغ فيه. قدامك 72 ساعه والمبلغ يكون عندي. سلام يا زياد بيه. سلام يا عادل بيه. الوسخ هيفضل وسخ. استغفر الله العظيم. صحيح، اتقي شر من احسنت اليه. لسه فاكر تسال عليا من امبارح ولا خلاص بقى خلصت خالتك من خالتي وخدت مصلحتك وشكرا بقى يا زوق؟ بطلي رغي بقى، انت ايه؟ اخلصي اي كلام بتقوليه وخلاص. على فكره انا كان عندي نبطشيه النهارده بس اليوم راح عليا عشان خاطرك اهو. هبقى اديهولك يا ستي. وحشتني. طب يلا مش ايه ده؟ امال فين عربيتك؟ انت بعتها ولا ايه؟ مع فوزي التركي. هو ايه القطعه دي؟ وهو ياخدها ليه يعني؟ هو كان فقير ولا فقير؟ ما يروح يشتري له عربيه سي عاصي الحلاني ولا سمير صبري بتاعك ده. بس بقى يا دنيا بس بقى، انت ايه؟ طب وحشتني. طب يلا امشي بقى. طب يلا تعالى ناخد تاكسي عشان الحق اعمل لك البلاميطه انت وتوحى. لا اجلي موضوع البلاميطه ده، احنا هناكل بره النهارده، وبعدين انا مستاذن من عم فتحي ان انا اعدي عليك واوصلك. يلا بقى بينا. طب بقول لك ايه يا ميشو، احنا نروح ناكل عند النتن بتاع السندوتشات وبعد كده تاكلني جيلاتي. النتن وجيلاتي؟ بقول لك يا دنيا، انت تسمعي الكلام وتخلصي خالص ماشي، وانا اللي هختار ماشي. ماشي. وحشتني قوي. ماشي ماشي بس وحشتني. طب يلا. حلوة قوي المكان ده يا ميشو، وباين عليه كمان ان اكله حلو. انت متعود تيجي هنا ولا دي اول مره؟ لا بس كنت بعدي كتير قوي من قدام المحل ده والاقي العربيات الفخمه بره. عمري يا دنيا ما لقيت واحد كده ابن حلال غلبان زينا كده واقف حتى يشم شويه هوا، عشان كده بقى كان نفسي ادخل المحل ده واحط رجل على رجل كده زي البهوات واكل زيهم. بالهنا والشفا يا فندم. استنى استنى يا اخويا، انت عمال رايح جاي رايح جاي ترصصنا في الاطباق وعايز تسيبنا وتمشي كده من غير ما تفهمنا، ايه ده؟ ده ميكس سلطه مع الجبنه بارميزان. نعم. طب وايه دي؟ دي سلطه البطاطس حضرتك. طب سلطه حلاوه الميزان وعديتها لك، انما بقى سلطه البطاطس انت فاكرنا وقع ولا ايه؟ هو في حاجه اسمها سلطه البطاطس؟ يا دنيا دنيا استهدي بالله كده بقى، واحده واحده. لما اوزع يا باشا. ايه ده بقى؟ ده حذاء الدجاج بالكريمه وده حذاء المشروم. حذاء؟ انت هتاكلنا جزمه؟ ما تحط لنا احسن فرده شبشب بصباع. حضرتك هو اسمه كده، قصدي شوربه. شوربه؟ طب ما تقول يعني شوربه، ولا انت يعني لو كنت قلت شوربه كان لسانك هيوجعك ولا هيقف في زورك كده. طب فهمنا، ايه ده بقى كمان؟ ده سمبوكس لحم، وده سمبوكس جبنه، وده سكالوب بانيه، وده فليه بقري، وده اوزي ضاني، وده اوزي بتلو. حلو قوي. فين بقى اللحمه اللي انا طلبتها؟ ما حضرتك اللي انا قلته عليه ده كله لحمه. يعني ناكل من اي حاجه هنا على ضمانتك؟ بنباتيه يا فندم.
لا لحمه بالهنا والشفا يا فندم. شكرا حبيبي. طير يا حمام انت. نعم على بركه الله وخد الطفايه دي. يلا يلا بقى دنيا بسم الله. بس انت طلبت اكل كتير قوي يا ميشو وانا ماليش نفس. يا ستي كلي على قد نفسك. يلا بقى بالهنا والشفا. بس خلاص كفايه يا دنيا كفايه يا حبيبتي كفايه. الحمد لله لدنيا ميشو بالهنا والشفا. لا بس فعلا يعني الاطباق اهي يعني فعلا يعني مالكيش نفس. اه والله يا متر لو سمحت الحساب يا ابني. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ كام يعني؟ 2680 جنيه يا فندم. نعم يا اخويا. يا لهوي انت عارف يا ميشو لو كنت سبتني على الراجل دون انا كنت اكلته بسناني. وتاكليه ليه يا دنيا انت بعد ده كله يعني وما شبعتيش؟ ما هو طفحوني اهو. قال 2680 قال جاته 2680 عفريت لما ينططوه لفوق كده هوك ينزل على جدر رقبته كده هوك. طب اسمعيني بقى الدنيا امسكي. ايه دي؟ دي علشاني؟ علشانك. بس دي غاليه قوي يا ميشو. مفيش حاجه تغلى عليك يا دنيا. امسكي دول كمان. ايه دول؟ دول حقك علشان انت طلعتي جدعه في اللي انا طلبته منك وده حقك. وحياة المصحف ما هاخد حاجة يا ميشو. أنا عملت كده عشان أنت قلت لي إن ده في مصلحتك. أيوة بس دول حقك. هتمسكي بقى ولا أديكي في وشك؟ ميشو وحياة النبي ما تضيع اللحظة الحلوة اللي أنا عايشاها دي. أنت مش عارف أنا قلبي عامل إزاي دلوقتي. عامل إزاي دلوقتي؟ عامل كده هو. ميشو وحياة النبي أنت بتحبني صح؟ بتسكتي بقى يا بنت. طب أنا عايزة زغرط. زغرتي؟ أو النبي اديني فرصتي بقى. طب ده أمي الله يرحمها كانت دايما تقولي إن الزغرطة دي نصر الفرح. عارف يا ميشو انا اصلي لو زغرت هرتاح. الزغرطه هتطلع كده قلبي هيرتاح كده. ما انا اصلي يا. قلبي مش مستحمل الفرحه اللي هو فيها دي كلها. زغرطي زغرطي يا دنيا زغرط. فاطين في العزوز اللي انا قلته اتنفس بالحرف الواحد. اهم حاجه نبقى حازمين كويس قوي. ما تخافش يا نضال باشا تقدم انت بس واحنا وراءك. القانون دايما في الامام. احنا الحزرانه والخبسانه كلها. ايوه بس اخلص اخلص. الناس اللي في البلد دي بيشموا الغريب ويطلعوه من وسط الف. يا نهار ابيض ده في ناس مسلحين اهم. تعمل ايه الف وارجع تاني وتعمل ايه؟ اهدى اهدى اتعامل بشكل اهدى من كده. ما انا كده هادي. انا كده هادي. انا هرجع. انا عايز اروح. تروح ايه ولا لعب عيال ولا ايه؟ وبعدين ايه الكلام انت قاعد تقول؟ اقلقش خش اخش على طول. قعدت تقول لي حزرانه وخبسانه. ماشي ماشي. على فين؟ جايين البلد دي لمين؟ ما تنطق انت وهو جايين لمين؟ ايوه حاضر يا عم عزوز. ما تنطق انطق. ايش معنى حاضر؟ شوف حضرتك احنا جايين عشان البتاع اللي هو اللي كان. هتنطقوا ولا خلص عليكم؟ لا لا احنا جايين يعني بس ثلاثة بالله العظيم احنا نيتنا خير. جايين للفران؟ ايوه احنا جايين للفران. وهتاخدوا قد ايه؟ يعني بجد 5 جنيه فينو على شويه بوكسومات ولو في فطير ماشي يعني بس يكون سخن. ضحكتني. هتاخدوا قد ايه حشيش؟ حشيش؟ هو الفران؟ ايوه 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 هناخد كتير يا بلدينا بس نشوف الصنف الاول يعني. ايوه هناخد كتير يعني سجرتين عشان الواد الراجل ده ما بيدخنش. طب يلا ارموا نقودكم عشان تاخدوا كلمه السر عشان لو في حد وقفكم على الطريق التاني ولا حاجه. كام يعني النقود ده؟ 1000 جنيه. كتير يا بلدي. هاوت في السعر يمكن ناخد كلمتين ثلاثة الله يخليك. ايه وبعدين احنا محشاشاتيه كبار يعني اللي جري ده محشاشات مش انت محشاشاتك. شفت البلغم؟ اديله خد يا عم عزوز. هم دول متعلمين. ايوه هم اديهم له. خد اديله. مصمم يعني 1000 جنيه؟ خد يا سيدي. افتح لهم الطريق. استنى يا عم استنى. ايه حلوانة في سلوانك ده؟ ايه هي كلمة السر؟ طف في وشي. اهدى يا جزمة يا ابن الجزمة هخلص عليك. ايه يا عم ايه مش انت اللي قلت تف في وشي؟ دي كلمة السر يا بهيمة. ايه كلمة سر تف في وشي؟ طب ما تشوف لنا كلمة سر حلوة كده من اللي بيطلع للحبايب. اللي بيطلع للحبايب. يلا خلص وامشي خلينا خلص عليكم. خلاص يا عم خلاص. يلا يلا اطلع. فوت سلام عليكم. ايه يا توت ده رابع دش تجيبه. ما تقفل المحبس ده شويه حرام عليك. وانتوا يا ابني ليكوا في الطاوله ولا هتعرفوا تلعبوا طاوله؟ انتوا جيل بايظ. خليكوا انتوا في بلاي ستيشن بتاعكم ده. ستيشن؟ طب يا كبير المره الجايه جابك بلاي ستيشن ووريه نفسك بقى توح. بس
مساء الفل يا عم فتح. مساء الفل يا ريشو. ازيك يا تورك حبيبي كبير؟ انت ايه يا توحه اللي مقعدك مع الولد اللي عامل لنا فيها كاظم الكبير ده؟ سلامتك من لو النبي عجبتك قوي هي كلها بقت بتضحك. ايه يا ست ماجده الرومي؟ لا يا من احلى بتضحك فيا بتضحك قوي يا حلو. انت يوم يا مغمشتين انت هترد ولا شكلك بتنام بدري؟ يا تركي تدوم لك وتفوق عليا انا بقى ولا ايه؟ لا انتوا مالكمش كبير. لما تقول حاجه عم فتحي. مفيش حاجه يا تركي بتهزر معاك يا اخي. والله العظيم ده وحيات امي عشان خاطرك انت بس يا توح. امسك بقى عم فتحي كلك لقمه. ده كباب وكفته. يخرب بيت نفسك انت كمان جاي على العشاء؟ وانت مالك؟ انت مالك؟ توح صاحبي حبيبي هيعشيني معاه. تركي تعالى تعالى سيبك بقى منه تعالى. قول لي تعالى عملت لي ايه؟ عيب لما تسال التركي سؤال زي ده. خش الاوضه جوه روشتك. جبت لك كام طقم ماك ديمون على نيكولاس كيج على رامز جلال ظبطتك. مع اني ما اعرفش ولا واحد فيهم دولت بس مش هينفع اقيس بقى الواحد. تعالى معايا. طب كده وقفت يا عم هظبطك بعدين. تعالى بقى. رايحين على فين؟ هو انت مالك بلبس سعاد حسني اللي انت لابساه ده؟ خليكي في حالك. خلاص خلاص يا دنيا في ايه؟ يلا بقى يا ترك شيل ده من داير تحت ده عند وفي فوتي بره. مش بقدر مش بقدر. شيل ده من داير تحت ده عند. طب افوت ازاي بلبس الرجل الوطواط اللي هو لابسه ده؟ يلا بسم الله يا قمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم عزوز سايق عليك النبي. انت متاكد ان ده بيت دهشوري؟ يا عم الا متاكد وانا هتوقع عنه. هو ده البيت ال15 اللي تقول لي الا متاكد وانا هتوقع عنه تقع بالتوه في الاخر؟ يا عم ال14 ده بكده كنت بختبرك. وبعدين ده بقى اللي انا متاكد منه. انت ناسي ان خالي دقرم هو كبير الليله دي. دقرم؟ وانت خالك اسمه دقرم؟ اسمه دقرم ماله دقرم؟ طب انت دلوقتي يبقى اقول لهم بس ان خالي دقرم شوف ركابه ما هتقبض في بعض ازاي. طب وانا اقول لهم انا خالي دقرم ليه انا؟ مش خالك انت اللي دقرم، خالي انا اللي دقرم. ما اقول لكم انتوا الاثنين، انت خالك دقرم؟ لا ما هو بيقول لي ادخل وقول لهم خالك دقرم. يا عم خالي انا انت خالك دقرم. بس 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 لا دقرم ولا بقرم. خش خبط واخلص. ماشي بس مش هقول لهم خالي دقرم انا. خلاص خش. مش خالي انا بقرم. مين اللي عمال؟ هيكون مين يعني يا دهشور الحلو؟ احنا انتوا مين؟ احنا جايين لك من طرف الرئيس درغام بتاع الجزيره. الرئيس درغام؟ ايوه يا اخوي الرئيس درغام باماره الجحش والحمار وبقيه البهايم اللي عنديه. ها دهشور يا حلو. ايوه 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 اهلا وسهلا اتفضل. يا مرحب يا مرحب. ايوه عم دهشور يعني اتفضل. امال انت فاكرنا ما هنتفضلش ولا ايه؟ دهشور يا حلو. ازيك يا معلم دهشور يا حلو؟ بقول لك ايه يا معلم؟ احنا عايزين نقعد معاك لوحدينا يعني عشان في موضوع مهم. ايوه موضوع مهم جوا دهشور يا حيل. انا ما خبرش حاجه ليه؟ دهشوري انت بتكلم ضابط بوليس. انا عايز اعرف معلومه واحده بس. عربيتك النقل لما بتنزل الجزيره بتبقى فاضيه. بتروح عند درغام في المصنع القديم. هناك بتختفي بعد كام يوم بتظهر تاني. انت انت يا دهشوري خلص نفسك. انت انت يا دهشوري يا حلو والجماعه بتوعك حضرونا لقمه. هنموت من الجوع جايين على سفر. انا ما خبرش حاجه يا ليه. بتحمل مخدرات مش كده يا دهشوري؟ برضه ما خبرش يا عم. ايه اللي ما خبرش ما خبرش؟ بقول لك ايه ده انا وشي اتملى لفاف عشان نوصل لك. انت ما خبرش حاجه يا بيه. خلاص خلاص يا رجاله احنا هناخده على اسمه وهناك نعرف نخليه يتكلم كويس قوي. هتقوم تعالى. ده انت هتتكهرب وهتتروق اعترف احسن لك. ما خبرش. في ايه اللي بيحصل عندك يا دهشوري؟ مين ده؟ دي مرات يا بيه. انت متجوز راجل؟ يا دهشوري في ايه اللي بيحصل عندك؟ اي حركه من اللي بره هموتهولك. يا لهوي غتونا يا عالم غتونا يا ناس حراميه. تعالى يا مشمش تعالى بقى وري توح جمالك وحلاوتك بعد النيولوك. ها توح ايه رايك في ذوق التركي؟ الله مبروكين عليك يا ميش. وانت يا دنيا ايه رايك؟ انت بتكلم مين؟ دنيا بقى لها اسبوع في اللالا لاند. يا نهار اسود الشاي اللي كنا بنشربه وقع كله على الارض. حلو عريس ان شاء الله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. مين؟ زياد خولي. طب رد عليه وشوفه عايز ايه. باشا لسه كنت في سيرتك بالخير. وامرني دلوقتي
ايوه غباء، فين يا باشا؟ حاضر، مع السلامه. عايز ايه ترك؟ عايزنا نروح له دلوقتي حالا. وما قالكش ليه؟ معرفش، بس هو اكد عليا ما نتاخرش. مصيبه مصيبه لا يكون شامه خبر بعميد الخاتم ويبقى عايز يقلبنا. ما تقلقش برضه هنروح له يا تركي وهنشتري منه. اللي يدخل العزبه دي لازما ولابد ياخد القسط من الكبير الاول. ياكش فاكرينها سايبه يا عم؟ ياكش ولا حاجه يا عم، انت فرحان بشنبك؟ ما كان عندنا شنبات من خمس دقايق. وبعدين مدام يعني انت مش مصدق ان حضره الضابط نضال ده ضابط بحق وحقيقي، خد بقى التقيله اللي هتخلي ركابكم كلكم كده تخبط في بعضيها. استنى بس يا فاطين، اهدى شويه. ما استناش يا حضره الضابط، لازم كلهم يعرفوا حقيقتنا. يا عم اهدى، اهدى شويه. ما اهداش يا عم عزوز، ما اهداش. عايز تقول ايه يا ولد انت؟ هوبا. اولا انا مش ولد، قصدي انا فاطين علي حسين الجرحي المحامي وعضو نقابه محترم. ثانيا عم عزوز اللي قاعد ده يبقى حمايه، وعم عزوز ده بقى خلانه كبارات العزبه دي كلاتها، ها؟ وخاله بقى ده بالاخص اللي كان بينامكم كلاتكم من المغرب يبقى الدقره. الله يخرب بيتك يا فطير، انت وعزوز الله يخرب بيتك. ايه يا عم انت في ايه يا عم؟ وانا بقول نكته ولا ايه؟ ايوه نكته، لان الدقره اللي هتقول عليه ده بيسلح بالاراجوز في الموالد. اراجوز؟ اراجوز يا عم عزوز؟ فيها ايه يا الله؟ مش بياكل لقمته بعرق جبينه؟ اتاكد. ايوه يا كبير، ظابط في الجزيره. على العموم حصل خير يا حظ ظابط. واللي ما يعرفك ايش انا؟ ما تاخدش في بالك، مصارين البطن بتتخانق يعني. في ايه؟ بيكلمني انا؟ حصل خير يا كبير ولا يهمك. وانت لو كنت صح كنت جيت لي وكنت جريتك على اللي انت عايز تعرفه بدل اللفلفه وانصاص الليالي. على العموم حصل خير، وعشان اكون معاك صح هنوصلوكم لحد اول البلد، لحد هناك ومالي الصالح، وده واجب مني ليك انت والراجل الطيب اللي هناك ده. ايه ده؟ طب وانا؟ انا واقع في ورط انك تدفع. سؤال بيطرح نفسه، هو انت هتبقى انت لو اخدوك من حياتك ورموك في اقل حتة؟ وساعتها لما تغلط الغلطة تبقى غلطة، ولا انت حقيقي مجبر مظلوم والتهمة ثابتة يا راكب بسكليتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب من حقايق يا راكب بسكليتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب من حقايق. كان ممكن بالباكيتة ما تكونش في ليلة فاي، لكن ربك بيوصف I'm not afraid.
ربك بيستر ويحوط على الخدايا قلبي يكره نفسه هو انت تبقى